نروح لخبر آخر. ووزير الدفاع يشارك رجال التدخل السريع تنفيذ طابور سير ويتابع التدريبات واللياقة البدنية. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من الأنشطة التدريبية لقوات التدخل السريع ذات التشكيل الخاص، والذي يأتي في إطار المتابعة الدقيقة لمستوى الكفاءة البدنية والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة. شارك القائد العام مقاتلي التدخل السريع في تنفيذ طابور سير، والذي يعد من التدريبات البدنية الشاقة التي ينفذها رجال القوات المسلحة دوريا، كما تابع إجراءات طابور اللياقة البدنية التي أظهرت ما يتمتع به رجال التدخل السريع من لياقة بدنية عالية تمكنهم من تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف. نشوف الفيديو مشاهدينا ونعود مرة أخرى ونهاية الأسبوع. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من الأنشطة التدريبية لقوات التدخل السريع ذات التشكيل الخاص، والذي يأتي في إطار المتابعة الدقيقة لمستوى الكفاءة البدنية والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة. وشارك القائد العام مقاتلي التدخل السريع في تنفيذ طابور سير، والذي يعد من التدريبات البدنية الشاقة التي ينفذها رجال القوات المسلحة دوريا، كما تابع إجراءات طابور اللياقة البدنية التي أظهرت ما يتمتع به رجال التدخل السريع من قدرات قتالية ومهارية عالية تمكنهم من تنفيذ كافة المهام وتحت مختلف الظروف. وأشاد القائد العام بالجهد المبذول في التدريب للارتقاء بالفرد المقاتل بما يتناسب مع التكليفات والواجبات الخاصة التي تنفذها قوات التدخل السريع، كما استمع إلى عرض تقديمي تضمن الإمكانيات القتالية والأنشطة التدريبية التي نفذتها قوات التدخل السريع خلال الفترة الماضية. والتقى القائد العام بقادة وضباط وصف وجنود قوات التدخل السريع، وشاركهم تناول وجبة الإفطار، ونقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدا بدورهم البطولي خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 بالتعاون مع كافة الوحدات والتشكيلات لمكافحة الإرهاب البغيض. وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وطالبهم بضرورة تحري الدقة والحذر في الحصول على المعلومات في ظل الشائعات وحروب الجيل الرابع التي تتعرض لها الدولة المصرية، مؤكدا ثقته في قدرة الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة في تخطي الظروف الاقتصادية الحالية والنهوض بالوطن في كافة المجالات. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.